أهلين أستاذ. يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضل. يلا. سراب حبيبتي الله يعافيه ويقومه بالسلامة، مع قلبه شر. اخ ست فريدة معافى ان شاء الله. معافى ان شاء الله. شكرا. كيف وضعه؟ قولي. طلعوا من العملية هلا وهو بالعناية المشددة ونحن عم نستنى الدكتور. لا تبكي حبيبتي، الله يخليكي لا تبكي، لازم تضلي قوية. شوفي لكي ولادك هون كرمالهم، نحن تجاوزنا الخطر اصلا، ما هيك؟ لا تبكي بترجاكي، شدي حالك. خالي سراب معافى ان شاء الله. انا خبرتها لجانسو واجت. شكرا بنتي. انا رح شوف الخالة فريدة كمان. ست سراب كيف صار الحادث معه؟ ايه كيف؟ قلنا جهزوا حالكم، بدنا نحتفل سوا. طولي بالك ان شاء الله بيقوم بالسلامة. ونحن جهزنا الصفرة وكنا عم نستنى، وبعد اجانا الخبر. يا روحي انتي والله حاسة فيكي، لا تبكي الله يخليكي، لا تبكي بترجاكي، الله يطمنك عني. تعرفي شو اكثر شي حارق قلبي؟ اجوا سلمونا اغراضه، طلع في بيناتهم خاتم. خاتم؟ وليش؟ مشان عزراء على الأغلب، كان رح يعرض عليها الزواج. آخ والله ما بعرف إنه كان بيحبها لهي الدرجة. شفتي أنا قلت لك هاي البنت بلوة كبيرة، أي مكان بتروح عليه بتصير فيه مصيبة. سمرة أنت شو عم تحكي هلا؟ فهميني، ابني بالعناية المشددة وما بعرف إذا بيطلع عايش، وأنت هلا عم تحكي عن البنت؟ مو هيك قصدي حبيبتي، الله يعافي لجنك، بس فعلا هاي البنت مصيبة عن جد، بتجيب النحس على أي مكان بتفوت عليه، يعني يمكن منيح اللي صار هيك، شوفي على الأقل ما قدر يعرض عليها الزواج. كرمال الله على الأقل اليوم لا تحكي شيء، لا تحكي، خلص اسكتي. شبكي ليش؟ أنا شو عم بحكي؟ أنا ما قلت شي غلط، أنت يمكن ما فهمتيني منيح. أنا فهمتك منيح، بس يعني لا المكان ولا الوقت مناسب لحديثك، لو سمحتي لا تنكشي جروحي أكثر من هيك. مي علينا، وأنا ليش لحتى أنكش جرحك بقى؟ يا الله فهمتيني غلط تماماً. سمرة خلاص. سراب شو عم بيصير؟ ما في شي مرت حمي. مو مشكلة عادي بتصير، أعصابك تعبانة طبعاً، معك حق تتوتري هيك، خلينا نشم شوية هوا مع بعض. ما بدي شم هوا ولا زفت، أنا منيحة، تركيني بحالي. يا ربي دخيلك. عزراء كيف صار الحادث؟ عرفتوا شي؟ لا ما انه مبين، بس عم يقولوا انه على الاغلب كان في شخص تاني جنبه، بس قالوا انه مفقود هلا وما التقى. ان شاء الله خير. حبيبتي سراب. ليكي سمرة،
صدقيني أنا حالياً ما بيهمني موقفك من عزراء أبداً، لأنه ابني بالعناية المشددة هلأ بين الحياة والموت. وإنت شو عملتي أه؟ حاطة عزراء قدامك مثل الأولاد وما شغلت غير تعلقي عليها، معقول أنت بقلك حاسة فيني؟ عن جد حبيبتي سراب ما كان قصدي أقول هيك، أنت فهمتيني غلط تماماً. لا تقولي شيء سمرة كرمال الله، لا تقولي شيء، أنت بس ضبي لسانك، ابني كان حلمه يتزوجها، وحلمه هاد ضل حسرة بقلبه للمسكين. وأنت هلأ شو جاي عم بتقولي؟ انت مانك مجبوره تحبيها العزراء، بس على الاقل اليوم لا تحكي بالقصه، حاولي تفهمي وضعي وتقدري. ماشي تمام؟ شو يعني هيك احسن؟ شو كان لازم يصير؟ كان لازم يموت؟ شو قصتك انت؟ لا سمح الله، لا سمح الله، انا ما عم اقول هيك. صدقيني سراب انت عم تاخذي الحكي على مكان ثاني تماما. سمرة خلينا نروح اذا بدك. انا بعرف شو بدي اعمل وباي وقت عزمي. بلا ما تكبر القصه اكثر، بنرجع بنجي بعدين. هلا انا يلي عم كبر القصه عزمي؟ حبيبتي رجاءً يلا قومي معي. رجاءً رجاءً سراب حياتي. سمرة شوفي عن جد ما بدي أحكي بالقصة، إذا بتريدي روحي لو سمحتي روحي، مو هلأ. تمام، أنا أصلاً كنت بدي أقولك أني أنا هلأ رايحة، ما عم أقول شي. سلامته إن شاء الله، معافى إن شاء الله. سلامته خالي. سراب اهدي شوي، نازلة لتحت جيب لك مي أو شي شغلة. لا حبيبتي شكراً إلك. جالسي أنا أعصابي كتير تعبانة، شوفي كسرت بخاطرة لأمك، روحي أنت وشوفيها لو سمحتي. تمام، أنا هون برجع. إيه شو صار لك؟ يعني ليش عصبتي؟ مالي فاهمة. أنت ليش سحبتني هيك من بين العالم؟ سمرة مشان ما تكبر القصة، أنت ما عم تهدي أبداً. أنا ما عم بهدى مع هيك؟ أنت بدك تعلمني شو أعمل؟ لأنه أنا بنت صغيرة. حبيبتي كانت الست فريدة عم تسمع، الموضوع رح يكبر كتير، شو في داعي؟ الناس بالمشفى وقلبهم محروق عليه. عزمي لو سمحت أنت كمان لا تضغط علي. لسه قبل كم يوم كانت سراب عم تطلب مني مساعدة مشان تتخلص من عزراء، وهلا صارت غالية عليها لأنه ابنها اشترى لها خاتم، صارت تحبها؟ اي صح، بس جينك ابنها، المرة واضح انها مقهورة، ما كان مناسب ينفتح الموضوع بهالظرف، لا مكانه ولا وقته. بعدين اطمني سراب ما رح تغير موقفها، انت عم توتر اعصابك على الفاضي. خير عزمي؟ انت عم تدافع عن عائلة تشيلان قدامي؟ خير؟ امي شوفي حبيبتي كمان جاي تعلميني شو لازم اعمل؟ انت ما بتعرفي تحترمي وجع الناس؟ ها؟ شو قلتي لها لحتى خليتيها تقلعك من هني؟ قلت لها عن المصيبة اللي فوق راسك، ذكرتها فيها. بتعرفي لو ما صار هذا الحادث رفيقك كان رح يعرض الزواج على عزراء اليوم. ايه وانا شو علاقتي؟ الشاب عم يصارع الموت، انت مستوعبه؟ اه طبعا، انت شو علاقتك بهالشي؟ عم عذب حالي على الفاضي. انت ما بيهمك الشيء اللي عملته مشانك ما هيك؟ يمكن لو انك ما عملتي شيء ولو ما تدخلتي كان كل شيء رح يكون احسن. عن جد حبيبتي؟ ليكي من هلا ورايح انت وابوكي لا تعملوا اي شيء، واتركوا الامور تمشي لحالها ماشي؟ حياتي رح أعمل قهوة منحكي ونحن عم نشربها. لو ما استحيت من هوليا وزوجها كنت رح تقلن أنا مالي علاقة بسمرة. هلأ أنت بأي صفة بدك تفوت وتعمل قهوة؟ سمرة أنا الزلمة اللي وقف جنبك بكل الظروف، تذكري هالشي. ايه طبعاً شفناك بالمستشفى وشفنا الزلمة اللي واقف جنبي عند أول أزمة، بدير ظهره وبيتركني ويروح. حياتي الست سراب معها حق، نحن حكينا بالموضوع. كان معها حق؟ معقول لساتك لهلأ عم تقول هذا الكلام؟ يعني كيف معها حق؟ ما عم تفكر فيني أبداً؟ سمرة زعلت شي؟ لأنه هذا الشي ما له أهمية عندك. شوف عزمي عم بحكي معك وبقول لك ياها للمرة الأخيرة، سراب ما فيها تطردني، ما فيها تحكي معي هيك كمان، لأنه أنا سمرة غونيش ما بسمح لها أبداً. بس منيح يلي صار هيك لحتى قدرت شوف وشها الحقيقي. كانت مطمنة إنها رح ترجع الأسهم بعد 3 شهور. لا ما رح تاخذهم، أنا ما رح أعطيها إياهم. سراب تشيلان بدها تركع قدامي هون.
وعائلة شيلان رح تدفع ثمن يلي عملته. وإذا أجينا إلك أنت، إذا كنت جنبي ورجيني هذا الشيء، وإذا لا الباب هنيك، أنا ما بغصب حدا يضل. وهلأ عن إذنك بدي أعمل قهوتي لحالي. لحتى أنت تصلح غلطك رح أعطيك آخر فرصة عزمي. بدي تضمن ترجيع الأسهم يلي صارت باسم سومرة لكنتي من دون حكي ومن دون شوشرة، تمام؟ أنا ما بفهم بموضوع 3 شهور وهذا الحكي. هاي فرصتك الأخيرة، وإلا رح أبعتك على السجن بتهمة تزوير الوثائق. ووقت اللي بتطلع من هنيك ما رح تلاقي لا ابنك ولا فريدة شيلاني يمسكوا بإيدك وياخذوك لبر الأمان. ويكون بعلمك بهي الحالة حتى سومرة ما بتطلع فيك. عزمي؟ عزمي؟ ليش ساكت؟ سألتك سؤال ولهلأ ما جاوبتني. أنت جنبي ولا لا؟ فهمني. نحكي بعدين حبيبتي، أنت معصبة كثير هلأ. شو ما قلت رح تفهمي كلامي غلط. تصبح على خير. غريبة والله، هذا مدري شو صاير له، عم يلمح بالكلام وعم يستعرض. أنا بعرف كيف داويك.